getting into can you the get basics you, can you of put my your microphone? Yeah. Intervention, sorry. Sorry, all right? It was my punishment. بين. أن أخوض في تفاصيل خطابي. هذه كانت عقوبتي. إذن قبل أن أخوض في مداخلتي أود بدء بدء أن نشكر الرئيس ماكرون على عقد هذه القمة، قمة المحيط محيط واحد. والتغير المناخي يبقى تحديا من أكبر التحديات التي نواجهها حاليا، ويسرني أن أخبركم بأن بلدي انضم إلى التحالف من أجل الطبيعة والشعوب الذي أنشأته كوستاريكا وفرنسا، وذلك من أجل درء مخاطر التغير المناخي. إن هذا الحدث اليوم يمثل فرصة سانحة من أجل تعزيز الصلة بين المناخ ومسائل أخرى، بما في ذلك مسألة استدامة بحارنا ومحيطاتنا. قبرص تعرب عن تقديرها لأن نظامنا الإيكولوجي البحري هو جزء لا يتجزأ من اقتصادنا، وفضلا عن ذلك فهو جزء من هويتنا، كما أنه تراث نتشاطره مع أمم أخرى. ومن ثم فنحن نعالج كافة المسائل المتعلقة بهذا المجال على أنها مسائل ذات أولوية. إن بلدي يشعر بالمسؤولية إزاء تسريع وتيرة الانتقال إلى نقل بحري يحترم البيئة، وذلك من ومنخفض الانبعاثات. ولذلك فإنه يجب علينا أن نتحرك بسرعة وجميعنا معا حتى نتفق على الأهداف الدولية والإجراءات التي يتم أو التي يجب اتخاذها في هذا الصدد. إن مسألة الوقود الذي يراعي البيئة وإدخال الطاقة الكهربائية إلى السفن هي الحل الأمثل. إن كل هذه الإجراءات إضافة إلى الالتزامات التي قطعت والمبادرات من شأنها أن تحسن من الاستدامة التجارية والبيئية لهذا القطاع. على الصعيد الوطني فإن حكومة بلدي قسمت استراتيجيتها على المدى الطويل من أجل بلوغ الأهداف التي سطرناها بحلول عام 2030. إن استراتيجيتنا الوطنية تشمل حوافز تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل نشر التكنولوجيات المراعية للبيئة وتطوير حلول بديلة غير الوقود الأحفوري. إن بلدان الشرق الأوسط والضفة الجنوبية من بحر الأبيض المتوسط هي تعتبر منطقة لوحدها، ولذلك فنحن نسعى إلى تنسيق عملنا في مجال المناخ مع كافة الدول في المنطقة، أي الشرق حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. نحن نسعى إلى تقديم حوافز لبلدان المنشأ
من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك بالاستناد إلى خصائص كل بلد. كما يسرنا أن نعلن أنه بعد سنوات من المفاوضات بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال نظام اتفاقية برشلونة، فإن اقتراحا تم تقديمه مؤخرا إلى المنظمة البحرية الدولية من أجل تعيين البحر الأبيض المتوسط كمنطقة تراقب فيها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا مهم للغاية من أجل حماية الصحة العامة والبيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال التقليص من التعرض إلى مستويات الكربون المنبثقة عن الانبعاثات. أود كذلك أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد من جديد على استعداد قبرص للعمل من أجل ضمان بأن هذه الاقتراحات ستتم الموافقة عليها وستدخل حيز النفاذ بحلول عام 2025. وفي هذا الصدد وفي إطار اتفاقية برشلونة، نود أن نبدأ العمل على وجه السرعة من أجل التحكم في انبعاثات أكسيد النيتروجين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهذا الاقتراح يهدف إلى تقليص انبعاثات النقل البحري أكثر فأكثر، وذلك من أجل حماية البيئة البحرية. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي وكعضونا بصفة عضوتنا في مجلس IOA، فنحن نسهر على أن يكون الشحن البحري وعملية النقل البحري تساهم بشكل كبير في حماية المحيطات وتخفيض الآثار السلبية للتغير المناخي. وفي هذا تحقيق هذا الهدف، فسنواصل تركيزنا على مبادرات تجسر الثغرات لتعزيز التعاون الإقليمي وبين الأقاليم. قناعتي الشخصية وقناعة حكومتي هو أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يظهر فهما جيدا بحسن نية لأولويات كل طرف وتعزيز التعددية والعمل الجامع والشامل. أختتم بما يلي: لا يمكن أن نحقق أي شيء إلا إن اعتمدنا التزامات طموحة وملموسة من قبل الجميع. يجب على كل واحد منا أن يظهر ويثبت، لا سيما للأجيال الشابة،